بط عن المحصول، وده هتكلم عنه. لكن معايا الحاج وحيد من الجيزه، برحب بيك يا حاج وحيد. ازيك يا استاذ سامح، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. هو نشكر قناه مصر الزراعيه سعادتك. لا انا بشكرك يا حاج وحيد، اهلا بحضرتك. يا استاذ سامح سعادتك، يعني احنا نشكر معاليك ونشكر اجابه الكراكات بحدت مصر في المدوره والخشب، ونشكر وزير الري. يعني سعادتك عندنا عقبه، وانا استغثت بيك وبستغثني مره. عندنا كوبري، على كوبري اسمه الرشاح في قريه جرزه بجوار الكارته، الكوبري ده مخل وكان عربيه هتاع فيه امبارح والنهارده. الكوبري ده تبع الصرف، الكوبري ده تبع وكيل وزاره الجيزه بالصرف. نامل سعادتك وكيل وزاره اللي في الجيزه ده يجي عاين، وانت تيجي تعاين على ارض الواقع. العربيه كانت هتاع امبارح في الرشاح، الكوبري ده اسمه كوبري الرشاح، مسؤول عنه وكيل وزاره الصرف. يعني نامل سعادتك تيجي لجنه تعاين، عاوزين الكوبري ده عليه حمل كرك عربيات ونقل تقيل، بتروح مصانع الطوب وبتمشي من عليه، ممكن يسبب كارثه كبيره. وبعد الكارثه يقولوا ايه؟ طب ما فيش حد قال لي ان انا ايه؟ انا بقول من قناتك العظيمه، وارجو من سعادتك تيجي تعاين على ارض الواقع وتصور الكوبري في قريه جرزه. الكوبري ده اسمه كوبري الرشاح بقريه جرزه، اللي بودي على طريق مصانع الطوب، على طريق هرم ميدوم، على طريق هرم الجيزه. الكوبري ده اسمه كوبري الرشاح، مسؤول عنه الصرف وكيل وزاره الصرف بالجيزه. يوم الخميس القادم مناسب ليك ان احنا نيجي ونصور؟ يا ريت. بتقولي سعادتك؟ بقول لك يوم الخميس القادم ده مناسب ان احنا نيجي عندك ونصور؟ يا ريت سعادتك، وانا تحت امرك ورجلي، ممكن اديني المعد وتتابع معايا وتصور على ارض الواقع. عينيا. المصرف تم تطهيره الحمد لله زي ما انت قلت في الحمد لله رب العالمين. يعني احنا نشكر معاليك المصرف المدور وخشمه الكبير، تم تطهيره بوجودك انت وبوجود معاليك. نامل سعادتك يعني تيجي تصور على ارض الواقع. وطبعا داخل موسم القمح، وداخل جميع موسم القمح والبرسيم في محافظه الجيزه مركز اعياد قريه جرزه، نامل ان الجمعيه التعاونيه تتعامل مع الزراع بادب، ونامل وزير الزراعه. ايه مشاكل الجمعيه ايه عندك؟ نامل وزير الزراعه يفعل الكارت الفيزا اللي الناس تصرف بيه الكيماوي، بدل ما ممكن وما زال يكون في فساد في توزيع الكيماوي. انت بتتكلم على الكارت الذكي، منظومه الكارت الذكي. عايزين منظومه الكارت اللي هو الالكتروني.